أكثر من 3 أشهر منذ إغلاق مبنى قسم الأطفال في مستشفى المكلى للأمومة والطفولة جراء انهيار أجزاء من أسقفه ونغل خدماته لمبنى قسم الطوارئ الذي لا يبدو مؤهلاً للقيام بهذه المهمة. فعدا عن افتقاده للتجهيزات الطبية اللازمة، يعاني القسم من تدني مستوى بنيته التحتية ومحدودية مساحته، فلا وجود لغرف الأطباء المناوبين أو العناية المركزة وحاضنات للأطفال أو حتى أماكن يمكن استخدامها لعزل الحالات المرضية المعدية. قسم الأطفال المؤقت الحالي غير مؤهل أنه يستقبل كافة الحالات بأنواعها بالأمراض المختلفة. لا توجد عندنا غرف عزل الأمراض المعدية، ما نقدر نعزلها، ما عندنا أي مركزة، الحالات تتعب تحتاج إلى إنعاش، تحتاج هذا نضطر نحن نحولها إلى الخاص أو إلى مستشفيات أخرى. وبرغم الأهمية المحورية للمستشفى على الخارطة الصحية للمناطق الشرقية من البلاد، إلا أن قسم الأطفال فيه لا يستطيع استقبال جميع الحالات الوافدة إليه يومياً. كترقيد تتراوح ما بين 15 حالة، بس ما نقدر نرقد تقريبا 3-4، نضطر نحن نحولها، تترقد معنا 5-4 حالات في اليوم بالكثير على حسب سعة القسم. هذه الغرفة الصغيرة هي غرفة أطفال حديثي الولادة، تشكل مثالا للوضع الكارثي الذي بات عليه قسم الأطفال في مستشفى المكلا. هي وبوضعها الحالي لا تبدو كذلك بسبب صغر حجم الغرفة. الأسرة لدينا متقاربة مما يساعد في انتقال العدوى بين الأطفال حديث الولادة، وكما تعرفون أيضا ضعف المناعة عند الطفل حديث الولادة يزيد من احتمالية الإصابة بشكل أكبر. وتبرر السلطات الصحية ذلك التدهور بافتقادها للإمكانات المالية اللازمة لترميم القسم وتأهيله. حاولنا قدر الإمكان أن نطرق باب كثير من الجهات الموجودة الداعمة سواء كانت محلية أو دولية، لكن لم تتجاوب كثير من الجهات في هذا الجانب، لأن كثير من الجهات لا تتدخل في جانب البناء أو إعادة تأهيل المباني، وكلها تتدخل في جوانب أخرى، أدوية وتجهيزات وإنقاذ حياة وغيرها. وكان أطباء الأطفال بالمستشفى قد نفذوا في وقت سابق وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات بانتشار القسم مما آل إليه من تدهور. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.